اهلا وسهلا بك يا صديقي في برنامج الفاينل. لو اول مره تتابعني انزل تحت اعمل لايك وشير القناه وكمل معايا الفيديو الاخر. بعد خساره النادي الاهلي امس من النادي الوداد الرياضي وتتويج نادي الوداد ببطوله دوري ابطال افريقيا على حساب النادي الاهلي، طلع الكابتن احمد شوبير عبر حسابه على تويتر واكد الاهلي انهى اول صفقاته في الموسم الجديد. واكد احمد شوبير وان اللاعب ده مش اشرف بن شرقي وكمان مش لاعب هجومي، وده طبعا اكيد هيكون لاعب مهاجم النادي الاهلي عشان النادي الاهلي عايز مهاجم بديل لمحمد شريف يكون قوي. فهنعرف في الحلقه دي اهم اللعيبه المعروضه على النادي الاهلي واقترابهم من الانضمام للنادي الاهلي، ومن هو الاسم المتوقع ان هو يكون صفقه الاهلي الاولى بعد خساره نهائي دوري ابطال افريقيا. اكتب لنا تحت في التعليقات يا ترى مين هو اللاعب، وتعالى كمل معايا الحلقه عشان نعرف اقرب الاسماء المعروضه على النادي الاهلي. على طول باول الاسماء، اول اسماء النادي الاهلي محمد صبحي. محمد صبحي حارس نادي فاركو وحارس نادي الزمالك المعار. ابتدت الاقاويل بتؤكد ان محمد صبحي خلاص وقع للنادي الاهلي، وبعد تصريح احمد شوبير ان الاهلي حسم خلاص اول صفقاته وهيبتدي النادي الاهلي يجهز للصفقات الثانيه. فمحمد صبحي هو اللاعب مرشح بقوه لانضمام النادي الاهلي عشان يكون بديل قوي للشناوي. نيجي بقى لحته الدفاع. النادي الاهلي اكدت مصادر كتير في الفتره الاخيره ان النادي الاهلي اقترب وبشكل كبير من ارجاع اللاعب احمد حجازي للنادي الاهلي، وبعد كده نفى احمد حجازي ان في اي تواصل بينه وبين مسؤول النادي الاهلي وان الكلام ده مش موجود صح، ولكن في مفاوضات بين احمد حجازي والنادي الاهلي عشان يرجع تاني للنادي الاهلي، ولكن صعب شويه يجي الاهلي، ولكن في مفاوضات شغاله مع احمد حجازي. وطبعا الباك الشمال هو باك شمال نادي بيراميدز محمد حمدي، وهو من ناشئين النادي الاهلي وماشي بشكل كويس مع بيراميدز، هو اخر مرشح النادي الاهلي. ده قلت اسمه مرشح للنادي الاهلي. في نص الملعب في اسامي كتيره مرشحه على النادي الاهلي، وممكن يكون احد الاسماء اللي هنذكرها حالا هي صفقه النادي الاهلي اللي اعلنها احمد شوبير. هو اللاعب طبعا بن رمضان نجم نادي الترجي ومرشح بقوه لانضمام النادي الاهلي، وفي الفتره الاخيره ابتدت الكلام يرجع على بن رمضان ان هو يلعب ويكون بديل لاليو ديانج حال خروج اليو ديانج من الاهلي. وبسبب مستوى اليو ديانج السيء في اخر المباريات ابتدى مسؤول الاهلي او شركه الكره بالنادي الاهلي تبحث مفاوضات مع اللاعب بن رمضان عشان يلعب في النادي الاهلي من الموسم الجديد. مش بن رمضان بس في نص الملعب، لان في اسماء كثيره في الدوري المصري معروضه على النادي الاهلي، ولكن مش هنذكر الاسماء دي لان هي صعب تيجي النادي الاهلي او قدراتها لا تسمح ان هي تيجي النادي الاهلي في الوقت الحالي. فمش هنضيع وقت الحلقه ونذكر اسامي لعيبه من الدوري المصري، ولكن اقربهم في نص الملعب هو اللاعب غنام محمد نجم نادي فيوتشر. هو الاقرب ان هو يجي من منتصف الملعب، ان هو لاعب مصري يجي في النادي الاهلي من منتصف الملعب. نيجي بقى على الاجنحه. وبعد اقتراب اللاعب اشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك ان هو يلعب في الاهلي، اكد احمد شوبير ان النادي الاهلي خلص الصفقه ولكن مش اشرف بن شرقي. قالها صريحه مش اشرف بن شرقي. فمين البدلاء الموجودين في النادي الاهلي في حته الاطراف وحته صناعه اللعب؟ طبعا كلنا عارفين احمد رفعت. احمد رفعت نجم نادي فيوتشر، وابتدى الكلام يتجدد مع احمد رفعت ان هو يجي النادي الاهلي ويكون بديل لعبد القادر ويكون بديل لطاهر محمد طاهر. واحمد رفعت مرشح بقوه للانضمام للنادي الاهلي بسبب مستواه الرائع مع فيوتشر، وان النادي الاهلي عايز لاعب بامكانيات احمد رفعت في الطرف ده، وده احمد رفعت. فاللاعب العالمي الجديد اللي اتعرض على النادي الاهلي واللي عرضه ياسين منصور على النادي الاهلي هو الاقرب، اقرب اسم ممكن ان يكون هي اول صفقه النادي الاهلي، هو لاعب في نص الملعب او لاعب صانع العاب فريد بولايا نجم المنتخب الجزائري، يلعب في الدوري الفرنسي ومسجل 6 أو 7 أهداف في الدوري الفرنسي في حديقة كبيرة. وابتدت أخبار أكدت في صراع كبير بين الأهلي والزمالك على اللاعب، ولكن ياسين منصور دخل بنفسه في الصفقة وعايز يخلصها النادي الأهلي بأي ثمن. كده أحمد شوبير في التويتر اللي نشرها إن النادي الأهلي مش هيضم أشرف بن شرقي واللاعب اللي انضم مش مهاجم، ولكن ده صعب ان هي تبقى مش مهاجم. احمد شوبير كاتبها بس عشان الناس تتكلم ان هو مش مهاجم ويدور على لعيبه ثانيه، والنادي الاهلي يتعاقد بكل سهوله مع اللعيبه اللي هو عايزها، ولكن النادي الاهلي في حاجه لمهاجم. فمعروض على النادي الاهلي لاعب نادي فيوتشر احمد عاطف، والمعار من نادي وادي دجله. احمد عاطف لاعب مؤثر جدا مع فيوتشر ولاعب يفيد النادي الاهلي ويكون بديل قوي لمحمد شريف. وفي الوقت الحالي بسبب سوء مستوى محمد شريف، احمد عاطف لو لعب في النادي الاهلي هيكون اساسي في النادي الاهلي وهيكون لاعب رائع في السنوات القادمه مع النادي الاهلي، وده كان المهاجم المصري الوحيد المعروض على النادي الاهلي في الوقت الحالي. وطبعا موسيماني رفض رجوع احمد ياسر ريان، واحمد ياسر ريان بيفضل ان هو يحترف. في اكتر من اسمين او ثلاثه مهاجمين افارقه معروضين على النادي الاهلي،
هو اللاعب بيتر شالوليه نجم نادي سان داونز الجنوب افريقي، وكان سجل في النادي الاهلي هدف هنا في القاهره ساعه لما سان داونز كسبت 1-0 على النادي الاهلي، وموسيماني مقتنع باللاعب وعايز يجيبه النادي الاهلي. ده اول اسم. تاني اسم كلنا عارفين طبعا هو سمير نوكوفيتش نجم نادي كايزر تشيفز الجنوب افريقي برضه، ومعروض بقوه على النادي الاهلي، وموسيماني ابدا اعجابه باللاعب وهو عرضه على النادي الاهلي من اكتر من سنه، والاهلي ابتدى يبحث معه مفاوضات ان هو ينضم للنادي الاهلي. تالت اسم طبعا كلنا عارفينه جاكسون موليكا، وبعد تألق اللاعب جاكسون موليكا فمن الصعب النادي الاهلي يتعاقد مع جاكسون موليكا، هو يقدر يدفع لجاكسون موليكا الرقم اللي هو هيطلبه، لان اللاعب ابتدى يتألق في الملاعب الاوروبيه وبنسبه كبيره جاكسون موليكا مش هيلعب في النادي الاهلي. فدي كانت اقرب الاسماء المعروضه على النادي الاهلي، او اقرب الاسماء اللي النادي الاهلي بيحاول يتعاقد معاهم في الفتره الحاليه. فمن هو الصفقه الذي اعلنها احمد شوبير عبر حسابه الرسمي على تويتر؟ وانا ارجح ان هو يكون احد الاسماء اللي ذكرناها في الفيديو، فما تنساش تكتب رايك تحت في التعليقات مين هو اللاعب، او اتوقع مين هو اللاعب اللي هيضمه النادي الاهلي واللي اعلنه احمد شوبير عبر حسابه الرسمي على تويتر. وما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناه.